أهلا وسهلا ومرحبا بكم. ما يصلح في القديم كان بوك وامك، هكا قالوا جدودنا، وإحنا اليوم في حصتنا نعكس القاعدة من خلال برنامج البريكولاج، وأنه مش كل قديم يتلوح ونشري جديد، ومش كل حاجة قديمة نستغنوا عليها. في حصتنا اليوم باش نتناولوا مسألة حوض الاستحمام في سال دوبان تاعنا، والحالة السيئة اللي أصبحت عليها بعد ما تراكمت عليها سنين. 5 دقائق فقط نتعرفوا على طريقة مثلى وسهلة وغير مكلفة نتحصلوا فيها على حوض استحمام جديد، ينعم بانو جديد، ونشوفوا مع بعضنا. حوض الاستحمام اللي تراو فيه تراكمت عليه سنين بلاش صيانة ولا عناية، ولتسهيل العملية أول ما نبدأ نحيو الفليكسيبل إيبونج صغيرة مع شوية أسيتون، نظفوا بها حوض الاستحمام متاعنا. هالمادة موجودة ومتوفرة في جميع المصارف. كما تراو آثار الأوساخ والترسبات باينة وجلية، من أجل ذلك الحكان المتواصل يلزم ياخو وقته. بعد ذلك نصب الماء لإزالة كل الأوساخ، وخاصة الغبرة الناتجة من كثرة الحكان. هالعملية تتكرر أقل شيء 2 مرات، وللمشاهد له تقدير ذلك. قبل الدهينة نغلفوا الفورتور نتاع البانو، وأيضا ما ننساوش التروبلان يتغلف أيضا. نحفظ خلطة ريزين إيبوكسي نتاعنا، نخلطه للكوش الأولى فقط، نعمله ميلانج بقليل من الماء، نخلطه جيدا لمدة 3 دقائق، ونخليوه ما نستعملوش إلا بعد 5 دقائق. نبدأ وندهنه برولو تكون من نوع موس، والطريقة أوريزانتالمون فيرتيكالمون. بعد الكوش الأولى كما تشاهدوا الحكان كاغت أحرش جويد 400. بعد ذلك انضافة أكيدة، يعني الغبرة ميلزمهاش تكون موجودة. تحضير للكوش الثانية، نعاودوا الكوش الثانية كما تراو، والظلوم تاعنا تتحرك في كل الاتجاهات. بعد الكوش الثانية مرة أخرى نستعملوا البابي الكاغت لحرش 400 تاعنا اللي هو جويد، وكذلك انضافة لازمة وأكيدة باش تكون الفينيسيون مزيانة وجميلة. المرحلة الأخيرة واللي هي تحضير الريزين متاع الفينيسيون، نحطوا الريزين نخلطه لمدة 3 دقائق، وما نستعملوه كان بعد 5 دقائق. هالريزين اللي تشوفوا فيها هي ترانسبارنت وما تتشاف كان من خلال اللمعان متاعها، وباش تلاحظوا ذلك في الصورة، كما أيضا باش تلاحظوا الفرق الكبير اللي كان عليه حوض الاستحمام قبل تنظيفه وبعد العملية. هيك شوفنا اليوم جزء بسيط من الأشغال اليدوية واللي كان موضوع حصتنا فيه على النظافة، وهو جزء من 4 محاور أساسية يعتمدها البريكولاج: كومون ريباري، كومون ديكوري، فابريكي اي نيتوي. ما بقالنا كان باش نودعوكم على أمل اللقاء بكم في حصتنا القادمة إن شاء الله. ما تنساوش باش تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا وعناويننا الموجودة على الشاشة. تحيات كل الفريق العامل بقناة تونس العقارية، إلى اللقاء مع 1000 تحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.